طيب تعال نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده يا جريد 3، وتعالى النهارده نشوف ليسن 3 في الكونكت بلس بيتكلم عن ايه. الدرس بتاعنا النهارده بيتكلم عن اهميه الميه. طيب لو انا جيت سالت واحد فيكم هي الميه مهمه، هيقول لي طبعا الميه مهمه. الميه مهمه جدا، هيقول لي مهمه جدا جدا جدا. طب مهمه في ايه بقى؟ تعالى النهارده هقول لك على اهميه الميه، اخليك تطلع من حصه تبقى عايز تشرب ميه كتير، عشان الميه دي مهمه قوي فعلا. امشي معايا واحده واحده. Why do we need water؟ احنا ليه محتاجين الميه؟ All living things need water. كل الاشياء او كل الكائنات الحيه بتحتاج ايه؟ الميه. Animals and humans drink water. يعني الحيوانات والانسان بيشربوا ميه. Plants get it from the soil. حتى النباتات بتشرب ميه. النباتات بتشرب ميه؟ بتجيب الميه دي منين؟ بتجيبها من التربه. In their roots، عن طريق الجذور بتاعتها. يبقى أنا هنا هو في أول سطرين عرفت أن كل الكائنات الحية، نبات وإنسان وحيوان، بيحتاجوا الماء. طيب ما هو دي يعتبر من الحيوانات، الطيور دي تعتبر جزء من الحيوانات، أوكي كده؟ طيب And we all know water is good for us. إحنا عارفين أن الماء مفيدة لنا. But do you know how important it is for our health؟ هل تعرف أن الماء دي أول أهمية للماء؟ حط نمبر 1 على our blood is about 82% of water. يعني أول حاجة مهمة جدا إن المية أو أهمية المية، إن الدم بتاعنا ده هو اللي هو لونه أحمر ده 82% منه إيه؟ مية. يبقى معنى كده لو أنا ما شربتش مية كتيرة الدم ده هيبقى سائل؟ لا، هيتجلط. يعني هيتجلط يعني هيبقى حتت كده، وبالتالي إيه اللي هيحصل؟ هتلاقي نفسك أنت إيه؟ دراعك بدأ يبقى تقيل، بدأ يزرق، تحس ان في كتل كده ايه في جسمك كله، فطبعا ده كده ايه غلط جدا. اوكي nutrients around the body. We eat food and it breaks down into nutrients in our stomach. Also helps with this. يبقى الميه بتساعد على ايه؟ حط نمبر 2 على it breaks down اللي هي السطر الثاني. هي بتساعد على تكسير العناصر الغذائيه ده هي في المعده، وبالتالي المعده ايه بتقدر تستفاد منها. انا مش فاهم الحته دي، عيدها لي تاني. بصي انا على سبيل المثال قلت ان المعده دي فيها حمض او فيها سائل كده، السائل ده فيه جزء من الميه. الميه دي عامله زي ايه؟ عامله زي الميه اللي ماما بتحطها على الطماطم في الخلاط كده عشان ايه؟ عشان الطماطم دي تتهضم. طب لو ماما حطت الطماطم بس من غير ميه الخلاط هيدور على الفاضي، صح؟ مش يعرف يهضمها. اهو الميه اللي موجوده في المعده دي بتساعد ان الاكل ايه يتهضم بسرعه. يبقى كده في عندي فايدتين، ركز عشان هسال. اول فايده ان 82% من البلد بتاعنا متكون من الميه. تاني حاجه ان الميه ده بتساعد في المعده ان الاكل يتهضم والعناصر الغذائيه تتهضم بسرعه. طب ايه كمان؟ And it also helps carry the nutrients around the body in our blood vessels. دي تالت حاجه اللي هي ايه بقى يا مستر محمد؟ تعال نقول مش الحاجات اللي هي اتهضمت ده هي هتفضل في المعده ولا المفروض تمشي تروح للجسم كله؟ اهو بقى الميه هي اللي بتخلي الاوعيه الدمويه او بتخلي الاكل ده يمشي في الايه، في الاوعيه الدمويه او في الشرايين بتاعه جسمنا والاورده دي، علشان ايه؟ علشان ايه؟ اللي هي البلاد فيزلز، عشان يروح لكل حته. علشان ايه؟ عشان الاكل ده يروح للمخ ويروح للرجلين ويروح للودان وللعينين. يبقى مين اللي بينقله؟ الميه اللي بتنقله جوه ايه؟ الاوعيه الدمويه. طيب تعالى اديك تشبيه صغير. نفترض مثلا ان انت عندك مثلا قمامة أو حاجات كده أنت رميتها عندك في الحمام أو رميتها في المطبخ ولا حاجة، القمامة دي هتنزل في المواسير كده ولا لو في مية هتنزل أسرع؟ لو في مية هتنزل أسرع. طب لو أنا ما حطيتش مية هتلاقي الحاجات دي إيه؟ بطيئة ووقفت في المواسير، صح؟ أهو النيوترينتس ده إيه؟ لو ما فيش مية في الأوعية الدموية، الأوعية الدموية دي إيه؟ النيوترينتس مش هينفع تتنقل فيها في أي حتة. اوكي فالميه مهمه جدا. يبقى لحد دلوقتي انت واخد كام فايده للميه؟ 3 مع الدم 82% مع المعده اللي هي بتساعد ان المواد العناصر الغذائيه دي تتهضم، الحاجه الثالثه مع البلاد فيزل. طيب تعالى نعرف الايه الفايده الرابعه. مين قاعد شاطر كده يفكرني هو الميه بتكون نسبه كام في الدم؟ 82. يبقى ايه 82 اللي هي 82%. طيب
المياه ليها أهمية كمان. حط نمبر 4 على Our brains are made up about 75% of water. يعني إيه؟ يعني المخ بتاعنا اللي موجود في الرأس ده هو بيتكون من 75% منه إيه؟ مياه. يبقى معنى كده لو أنا ما شربتش مياه كتير إيه اللي هيحصل؟ هيجي لي؟ لا ده هيجي لي صداع. هيبدأ يجي لي إيه؟ أو if you don't drink enough water you get dehydrated. يعني إيه يا مستر؟ نمبر 5، يعني لو أنت ما شربتش مياه كتير هيجي لك جفاف. يعني إيه جفاف يا مستر؟ يعني هتلاقي الجلد بتاعك نشف، هتلاقي نفسك بدأت تتصدع، هتلاقي نفسك رئتك ناشف كده ودنيا معاك مش متزبطة. You feel tired، هتبدأ تحس بتعب. And you don't have a lot of energy، وهتبدأ ما عندكش طاقة. يبقى معنى كده البنت رؤى ده هي لو مش شربتش مية كتير هتلاقي صحيت الصبح كده جسمها مكسر ومش عارفة تتحرك ومش عارفة تعمل أي حاجة. ليه؟ عندها جفاف. طب لو شربت مية كتير هتبدأ تحس بنشاط وحركة. طيب you can get headache، وكمان انت ممكن يجي لك صداع. يبقى هسأل كده هو مالك، اقول له يا مالك لو واحد ما شربش مية هيجي له dehydrated، جفاف. طب الجفاف دي اعراضه ايه؟ مين يقول لي اعراضه؟ ها؟ الصداع، الهيدك، ايه تاني؟ ان هو يكون tired، متعب. ايه كمان يا مستر محمد؟ ان هو ما يكونش عنده energy، ما يكونش عنده طاقة، يا دوبك اول ما بيصحى من النوم كده يعمل اي مجهود يلاقي نفسه تعبان. اوكي؟ طيب ايه كمان؟ You can get a headache or find it difficult to think. يا نهار ابيض، دي كمان ان انت هيبقى عندك صعوبة في التفكير. يعني ايه؟ يعني جنة ده هي مثلا لو ما شربتش مية كتير هتيجي تفكر ولا حاجة تلاقي نفسها مصدعة كده ومش عارفة تفكر. طب شربت مية كتير؟ لا، المخ شغال بقى. وايه؟ لان المخ احنا قلنا بيتكون منه كم نسبة مية؟ كم في المية؟ ال 75 75. and when you are hydrated، لما انت بقى تكون مش عندك جفاف يبقى خلي بالك dehydrated اللي بيديه انت عندك جفاف. طب hydrated انت ما عندكش جفاف. it means you are getting enough water، يعني hydrated يبقى عندك ايه؟ كميه من الميه جوه جسمك. يا ريت نبص في الكتاب لما المستر يكون بيشرح. It's good for your joints and your bones and your body temperature. المية ده هي مستر مهمة لحاجات تانية. ايه هي؟ joints. ايه joints؟ المفاصل اللي هي الحتة ده هي. ده كده المفصل. المفصل ده لو انت شرب مية كتير انت عمال ايه؟ اتني كده وافتحه اهو عمال كده بالراحة. تمام؟ لكن لو انت ما عندكش كمية مية كتيرة في جسمك تيجي تفتح ايديك كده تلاقي نفسك ايه؟ العظم بتاعك وجعك. تيجي تصلي ولا حاجة وتقوم ولا تقعد كده تلاقي ايه؟ زي مثلا تيتا وجده كده لما يجي مثلا يصلي يحس ان ايه؟ في تعب في رجليه ومش قادر يقف او الكلام ده كله، عشان كده بيصلوا هم قاعدين. برافو عليك. طيب ايه كمان؟ بيحافظ على درجة حرارة الجسم، ده مهم قوي دي. يعني ايه يا جنة؟ يعني مثلا احنا دلوقتي ممكن واحد تلاقيه حران اكتر من التاني. ليه؟ علشان ده ما عندهوش مية كتير في جسمه. طب لو عنده مية كتير في جسمه تلاقي درجة حرارته ايه؟ ثابتة مش حران. برافو عليك. Water also helps your body to get rid of toxins. يا نهار ابيض، حط نمبر 6 مهمة. المية برضو بتساعد جسمك ان هي تتخلص من السموم. عن طريق ايه؟ اللي انت لما تيجي تشرب مية كتير تلاقي نفسك عايز تخش تعمل حمام كتير، فبالتالي السموم اللي في جسمك دي بتطلع عن طريق البول. تمام كده يا مستر؟ طيب ماشي. From your body and help the other organs in your body to work well. كمان المية بتساعد الأعضاء بتاعت جسمك ان هي تشتغل كويس. تساعد العين، لان العين دي تحس ان هي طريه كده فيها جزء من الميه. طب لو واحد ما بيشربش ميه كتير تحس ان عينيه جافه كده ويضطر بقى ياخد قطرات والكلام ده كله. وتحس ان هي بقى ايه؟ بدا يبقى فيها التهابات وكده. فالميه دي مهمه اهو. طيب الاطفال اللي زي مالك صديقي ده يشرب قد ايه ميه؟ تعال نعرف. Children should drink about 1.5 liters of water every day. يعني الاطفال اللي قد حضرتك كده لازم يشرب لتر مية ونص في اليوم. لتر ونص مية يعني زي ايه؟ زي ازازة الحاجة الساعة اللي هي الكبيرة دي، اللي هي لترين ونص دي اشربها. تمام؟ طيب او اقل شوية. طب يا مستر محمد، هو احنا بناخد المية من الحنفية بس او من المية اللي هي الشفافة البيضة دي بس؟ قال لك لا، انت ممكن تكون بتاخدها من الملك، من اللبن. اللبن في جزء من المية. يبقى انت لما بتشرب لبن، خليكم معايا هنا، لما بتشرب
لما بتشرب لبن في عندك ايه؟ جزء من المية. لما بتشرب جوس في ايه؟ ركزي معايا هنا، سيبي الالم اللي واقع، انتحر الالم يعني البياف في حياتك، الشنطة انتحرت البياف في حياتك. يلا خليكي معايا هنا، ما تفصلناش من الدرس، انا عزي فيها بعد الحصة ان شاء الله. كانت المرحومة كانت طيبة الشنطة دي. يلا بينا خليك معايا. يبقى هنا هو كمان يا جنة ايه؟ انت بتاخديه من العصاير، بتاخديه من الشاي، يبقى المية دي انت بتاخدها من اشكال كتيرة، او مش شرط المية اللي انت بتشربها كده. طب السؤال، ومن القهوة برضو فيها مية. طب في سؤال كمان، ايه السؤال؟ ايه كمان يا مستر؟ طب انت هتشرب مية وخلاص؟ تمام؟ لا مش هشرب مية وخلاص. امال؟ قال لك most of these should be pure water، يعني المية لازم تكون مية ايه؟ مية عذبة ومية نقية، مش فكرة ان انا اشرب مية وخلاص، يعني اروح اشرب مية ملوثة وخلاص بقى، ما مستر قال اشرب مية، لا، ده المية دي لازم تكون مية نظيفة عشان ما تأثرش على الكلى، لان الكلى دي عاملة زي الفلتر اللي بينظف المية، فانت لما من كتر ما انت عمال تشرب لها مية مش نظيفة وهي عمالة تفلطلك في المية دي فبتتعب. ايه كمان؟ but we can also get water from other drinks such as milk، انت ممكن تاخد المية دي من مشروبات تانية زي الميلك، زي التي and the fruit juice، وزي عصير الايه؟ الفاكهة and the fruits and vegetables، وكمان من الايه؟ من الفاكهة والخضروات. يعني ايه؟ يعني هتلاقي مثلا الفاكهة زي البطيخ، البطيخ ده اصلا كله ايه؟ كله مية، انت عمال تاكل في بطيخ فانت في مية عمالة تيجي في جسمك، اوكي؟ تمام. في مثلا فواكه تانية فيها كمية مية كتير زي الموالح مثلا، البرتقال فيها، زي المانجا فيها، الكلام ده كله، اوكي؟ والعباس، ايه عباس ده؟ ده فاكهة جديدة. وزي عباس مين؟ اناناس، او زي الاناناس. We should drink more water in hot weather. طب يا مستر محمد اسألك سؤال غريب شوية، اسأل، هو انت بتقول لنا الاطفال لازم يشربوا كم لتر مية؟ لتر ونص. برافو عليكي. طب في الجو الحر هيبقى لتر ونص برضو؟ لتر ونص. لتر ونص ثلاثة بقى زي ما انت قاعد. طب السؤال، انت تشرب اللتر ونص على نفس واحد؟ لا. يعني كل شوية كوباية. يعني ممكن تشربهم في اشكال تانية زي ما مالك قال لك كده، عصير عباس، عصير اناناس، اي حاجة من الحاجات دي، لبن، شاي، قهوة، نسكافيه، فتحناه قهوة. خليكي معايا يا بنت الله يهديك. يلا بينا. انت سألت على قهوه، انت بتحب القهوه شكلك كده، واحد قهوه يا ابني لخالتك الجنه. because we lose water when we sweat. يعني يا مستر انت ليه بتشرب ميه في الحر؟ حد عارف ليه؟ عشان انت بتعرق، صح؟ فالعرق ده انت بتفقد ميه فيه، فانت عمال تطلع ميه من الجسم، مفيش ميه بتخش، فانت لازم تشرب ميه ايه؟ كتير، عشان كده تحس ان انت في الشتاء ما بتايه؟ ما بتشربش كتير، مفيش عرق ايه؟ بتعمله كتير. تعال ناخد حاجه كمان. humans soil، ده المفروض بتكرر ورايا، carry toxins pure water headache temperature joints liquid package chocolate brownie dehydration percent loose dried fruit bar اللي هي ايه؟ اللي هو قالب الشوكولاته المجففه او قطعه الشوكولاته المجففه زي القراصيه، زي المشمشيه، الحاجات اللي هي ايه؟ تبقى ايه؟ فاكهه متجففه كده، زي ايه؟ زي الريزنز او الزبيب، دي كلها ممكن اقول عليها ايه؟ اللي هي درايد فروت بار. يعني درايد فروت بار، انت معايا هنا يا جنه؟ يبقى درايد فروت بار ده ايه؟ اي فاكهه مجففه، قراصيه، مشمشيه، قمر الدين، دخلنا في رمضان. يلا بينا، تعالى نكمل حاجه كمان. تعالى ناخد درس جديد مع بعضينا، والدرس ده مهم قوي قوي. حد بياكل شيبسي؟ ساعات. طيب بتاكل بسكويت؟ بتاكل اي حاجه انت بتجيبها؟ طيب مش الحاجات دي بتبقى محطوطه في كيس؟ طيب دور كده في مره او بعد الدرس، لو جبت حاجه من الحاجات دي دور كده على الكيس، قرب كمان في الكيس كده، هتلاقي موجود الجدول ده اللي هو معمول بالابيض ده، ده هو، اوكي؟ هتلاقيه موجود على كيس الشيبسي، اوكي؟ وساعات مكتوب، هو مش ساعات، ده معظم الوقت هتلاقيه مكتوب بالانجليزي. طب ايه الجدول ده؟ احنا ما بنقراش الا على الورقه بتاعت الشيبسي،
ممكن ماما لو شطوره شويه تعمل ايه؟ تقرا الصلاحيه، صح؟ تشوف هو خلص ولا لا صلاحيته، لكن ما بتقراش الحاجات ده هي. طب هي الحاجات دي مهمه؟ طب مهمه في ايه؟ ولا اعرف، صح؟ النهارده انا هاجي اقول لك وهخليك كمان تعرف تقرا الحاجات دي مهمه ولا لا، وتعرف ان الاكل اللي انت بتاكله ده اكل مفيد يا رؤى، هيشبعك ويخليك حلوه، ولا اكل مش مفيد؟ هو ايه اللي اكل مش مفيد؟ طب ما احنا لسه ما شفناه، تيجي نشوف؟ يلا بينا، تعالى بقى ايه نقرا. انا هقرا. We can look at food packaging to find out what isn't it our food. يعني ايه يا مستر؟ يعني انت ممكن تبص للعبوه مكتوب عليها ايه عشان تعرف الاكل البطاطس اللي بتاكلها ده اهي معموله من ايه؟ فيها سعرات حراريه قد ايه؟ هتخنك ولا ايه؟ ما هي معموله من البطاطس بس بيحط عليها حاجات تانيه غير البطاطس. ايه الحاجات التانيه دي؟ الحاجات التانيه دي اللي احنا هنقولها دلوقتي. طيب البطاطس دي لو كلتها هتشبعني ولا لا؟ خلي بالك انا ممكن اكل حته جاتوه قد كده تتخني وما تشبعنيش، تتخني وما تشبعنيش، وممكن اكل طبق سلطه قد مالك كده اهو وما يتخنيش ويشبعني. يبقى الموضوع مش موضوع ان انت تاكل كتير فتشبع، لا. اوكي؟ انت ممكن تاكل حاجه قليله تمام وتبقى شبعان وكل حاجه بس في نفس الوقت ما تتخنش. تعال نشوف التفاصيل. بيقول لك هنا اهو انا في السطر الثاني هيلبس اس ديسايد اف ات از هيلثي اور نوت هيلثي. يعني الحاجات اللي مكتوبه على العبوه ده هي تعرفك اذا كان الاكل ده صحي كل منه ولا الاكل ده مش صحي، كل منه برضو بس ما تاكلش كتير. طيب ويا ريت تمنعه احسن. For example if we see that three are lots of calories see انا هنا معلش if we see that there are lots of calories لو انت شفت ان العبوه ده هي فيها كالوريز كتيره and not a lot of vitamins we decide to make different choice. مش فاهم، ركز بقى معايا وسيب قلمك وخليك معايا. ايه الكالوريز دي؟ الكالوريز ده اهي عامله زي البنزين بتاع الايه العربيه. معايا يا دكتوره؟ ركزي معايا عشان تفهمي. اوكي. طيب انت محتاج بنزين عشان تتحرك صح؟ هو انت بتتحرك ببنزين؟ لا. اما انت عمال تقول ليه يعني؟ طيب اهو البنزين بتاعك ده اللي هو الاكل. البنزين بتاعك اللي هو ايه؟ احنا بناكل ونشرب عشان نعرف نتحرك وناكل ونعيش حياتنا، صح كده؟ طيب سؤال بقى، هو انت محتاج تاكل نسبه الاكل او قد الاكل اللي باباك بياكله؟ لا. ليه؟ مش باباك بيعمل مجهود اكتر وبيشتغل اكتر فبالتالي هو محتاج اكل ايه؟ اكتر، صح؟ يبقى كل واحد فينا محتاج ايه؟ كالوريز، بنزيم او سعرات حراريه معينه، محتاج بنزيم غير التاني، تمام؟ مش هجيب العربيه الصغيره زي المقطوره الكبيره، صح ولا انا غلطان؟ انا ببسطها اهو، مركز؟ حلو، طيب لو انت بقى خدت بنزيم كتير، ايه اللي هيحصل؟ عمال البنت جنه ده اهي بتاكل كتير 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 وما بتعملش مجهود، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ تعال بقى نشوف قبل ما هتقول قد كده، ايه اللي هيحصل؟ هتبدا الاكل الزياده ده يتخزن في صور الدهون. دهون يعني ايه؟ يعني الشخص ده يبدا يتخن يتخن يتخن. اوكي؟ علشان كده الاكل اللي انت بتاكله لو فيه سعرات حراريه كتيره، يعني البنت رؤى ده اهي، خليك معايا، البنت رؤى ده اهي المفروض لها في اليوم 10 كالوريز، يعني 10 لتر بنزين مثلا. انا جيت كلت كيس الشيبسي ده في 5. وصلت ولا لسه؟ لا لسه، هي عايزه محتاجه 10. كلت كيس شيبسي، وصلت ولا لسه؟ لسه. طب كلت كيسين؟ وصلت. الكيسين ب 10، تمام؟ خلاص كده يا رؤى ما تاكليش تاني. لا، رؤى جابت كيس ثالث. زادت ولا ما زادتش؟ كده 5 زياده، صح؟ طب جابت كيس رابع بقى في 10 ايه؟ زياده. اهو ال 10 الزياده دول بيبداوا يتخزنوا في الجسم. يبقى انا مش محتاج كالوريز كتيره. يبقى انت لما تيجي تلاقي هنا اهو على الجدول ده تلاقي ان في كالوريز كتير، سعرات حراريه كتيره، لا. لكن انا ممكن انا احتاج انا بقى سعرات حراريه